احنا كنعانيو منذ شهر رمضان، فجروا عندنا القوادس ديال المخبزه في الكراج ديالنا، ما تسبب لنا بالغلق ديال الكراج. تقريبا وصل منسوب المياه الى 30 سنتيمتر، مما كيهدد الساس ديال العماره. تشكينا وعاودنا وتشكينا وعاودنا، درنا مراسله، درنا تعرضات، درنا المهم السلطات راه في راسها كل شيء. السنديك تبارك الله عليه قام بالواجب ديالو، دار مراسله المؤسسه الوسيط بالنسبه رئيس الجماعة، دار المهم توصلنا بآخر حاجة في شهر 4 من 2022، شهر 4 قرر بالإغلاق الفوري للمخبزة إلى حين رفع الضرر علينا، مع إنشاء خبراء اللي تأكد أنه قام بالإصلاحات. المشكل أنه هذه المخبزة قام بمجموعة من الخروقات، وراهي كاينة في رسالة ديال رئيس الجماعة اللي كيعطي واحد العناصر ديال هذه المخبزه اللي تسببت لنا فيها في الضرر. هذه الرائحه الكريهه اللي وصلت لنا للسيزيام ايطاج، يعني ما ولينا كنحطوا الجفافات تحت الشقاق ديال الباب باش ما تدخل لنا الريح، ما نقدرش نتنفسوا، رانا ولات عندنا حساسيه، ولينا كنداويو، ولينا سو تريتمون. ولادنا ولا ما كيبغوش يجلسوا لنا في الدار، يقول لك انا نخرج نقرا على برا، انا ما نقدرش نقرا في هذه الريحه ديال الخنز. الماشينات اللي ماشين ديالهم خدامين اش 24، تنهبط مع جوج الليل تلقى لي ماشين خدامين، الصداع. واخا داروا ابخي شيكايات متعدده، داروا لي زاموغتيسور ديال لي فيبراسيون، ولكن الصداع راه موجود. حنا 13 اسره كاينه لهنا متضرره، 13 اسره راه كتعاني، راه كلنا مرض وكلنا رانا مكرفصين. بغيت نعرف المسؤولين علاش ما تحركوش. كيقولوا لنا لا حنا جينا ولقيناه ساد، راه ما كانش ساد، راه المخبزه ما كانتش ساده، المخبزه هبطت الريدو. نديروا هذه الوقفه اليوم وقفه احتجاجيه، كما قمنا بعده وقفات احتجاجيه اخرى خلال الاسبوع، للتنديد بالخروقات اللي شابت العمليه ديال اعطاء رخصه للمخبزه اللي كاينه التي تقع اسفل العماره. فولينا كنعاني يوميا من الروائح كريهه اللي كتنبعث من الكراج بسبب المياه العادمه، ديك المياه ديال الواد الحار. نهضر لك شويه بالدارجه، كاين عندنا الواد الحار ديالهم هبط لنا وسط الكراج وما بغاوش يصلحوا. الارضيه ديال الكراج كتوصل فيها العلو ديال الماء حتى 30 سنتيمتر نهار الجمعه. انا اللي خويتها، جبت بومبا، مشيت شريت بومبا وجبت الناس من الموقف، وخو الله يجازيهم بخير، وهما كيزيدوا، حنا تنخويو وهما تيزيدوا. في حين جانا كنا حصلنا على قرار ديال التوقيف ديال المخبزه من مؤسسه الوسيط في الرباط، من وزاره الداخليه، قرار الايقاف على اساس، يعني في قرار بصريح العباره فيه خصهم يتوقفوا عن العمل الى حين اجراء الاصلاحات، فما توقفوش. السيد العامل الله يجازيه بخير اتصل بالسيد الباشا والسيد القائد وجاو حتى لهنا، جا الصافي ديال البوليس وجا القائد وجا كلهم وقفوا هنايا على اساس يسد، هبطوا الريدو، الناس مشاو هما طلعوا الريدو، يستنفوت كاريمون. فرجعنا للسلطات قالوا لنا حنا ما عندناش السلطه لان باش ننفذوا القرار، لانه ماشي قرار صادر عن القضاء عن المحكمه، بل هو قرار اداري. فقالوا لنا اللي خصو يسد ليهم هما المجلس البلدي، فمشينا للمجلس البلدي بداو كيتهربوا علينا.